رافعت الراس رافعت الصوت لا تستسلم ابدا. فليتحطم حلف الاطلسي، نحن الشجعان، نحن المجاهدون، نحن ابناء المجاهدين، نحن لا نخون، لا نخون اجدادنا، لا نخون ماضينا المضرج بالدم الزكي الطاهر، ولا نفرط في مستقبلنا، مستقبل اولادنا واحفادنا لا نفرط فيه ولا نخذلهم ابدا. هنا كانت معركة تدور في العجلات، سمي مثلث الابطال هذا المثلث، اهل العجلات مرة اخرى اكثروا عددا واقوى مما كانت عليه عام 1911 وبعد 1911 تبان الغزو الايطالي. نحن اقوى من ذي قبل، وهزمناهم عندما كنا عددنا قليل وكنا ضعفاء، الان نحن اقوياء وعددنا كثير بالملايين ومعنا الملايين ايضا. هذا هو الرد، هذا هو الرد على كل محاولات التدمير ومحاولات الاستعمار، محاولات الخضوع، يحاولوا يخضعونا، يبغوا يدمرونا، يبغوا يبون نستسلم، نفرط في رزقنا، نفرط في اولادنا، نفرط في نجدنا، في حريتنا، في ارضنا، في استقلالنا. طز والف طز والف طز، نحن لن نفرط ابدا، نحن نموت على بكر جهادينا ولا نفرط ابدا، لا نفرط في كرامتنا ولا في حريتنا ولا في كبريائنا. فلتنبح الكلاب كما تشاء وليصبوا صواريخهم كما بقدر الذي عندهم، ولكن سنبقى نحن نفنى او نبقى رغم انفهم. نحن مستعدين، نحن جاهزون للشهادة، جاهزون للموت في كل لحظة، وهذا لا يهمنا. يجب ان يعرفوا هذا، يجب ان هم غلطوا غلطة تاريخية، غلطة استراتيجية، اصطدموا بصخرة صلبة، اصطدموا بجبل من الصوان انه الشعب الليبي، مقاومة الشعب الليبي، يتحدون الشعب الليبي، يتحدون الشعب الليبي في كرامته، يستفزون الشعب الليبي في سيادته، يتكلمون عن استقلال ليبيا وعن مرحلة انتقالية. هل ليبيا هي مستعمرة حتى يتكلمون عن مرحلة انتقالية؟ هم الذين يجب ان يمروا بمرحلة انتقالية حتى يصلوا الى النظام الجماهيري الذي وصلته ليبيا. نحن لا نفرط في صوت الشعب ابدا، لا يعلو صوت فوق صوت الشعب الليبي الا صوت الله. من يسمع صوت الشعب الليبي فقط، هذا هو الشعب الليبي. اذا لم يسمع صوت الشعب الليبي في بنغازي مثلا لانه محكوم بالرشاشات وبالذبح وبالتنكيل وبالتمثيل بالجثث، خلوا الشعب الليبي في بنغازي خلوه حر يسمع صوته، ماذا يقول؟ سيقول ما تقوله الجماهير اليوم في العجلات. نحن شعب واحد، سلطة شعبية لا تفريط فيها، دونها الموت. خرفوا تكلموا عن اي مراحل، امشي طبقوها لبلدانهم. هذه الجماهير، وهذا هو التحدي. تحية لأبناء العجلات، تحية لأبناء زريمق وأبناء حركات الإنصاري والإنقراضي أولاد حسن والعريشات، تحية لهذه القبائل العظيمة المتحدية اليوم، تحية للمعزات، تحية للعلاقة والهوشة، تحية لأولاد العيسي وأولاد شرف الدين، تحية لأولاد دبابش وأولاد ديش وأولاد راشد وأولاد سلطان وأولاد المدهوني، تحية للخطاطبة والزواغة ونرى دافتات لقبائل أخرى من غير العزيلات، شايف الحرارات وشايف النوايل، نعم مرابط الشباب الحرارة، نعم أنا شايف حشود من حول العجيلات، لكن مثل هذا اللقاء نريد ان يكون لقاء في المعركة، معركة
تحرير الجبل الغربي. تحداكم يا ابن العجلات وابن المنطقة الغربية، العدو تحداكم، الخونة التافهون تحدوكم، وانزلوا طائرة بالعلم الرجعي في الجبل الغربي. لا بد من الزحف على الجبل الغربي لتحرير شبر شبر، لتحرير شبر شبر. لا بد ان نحق خشوم الصليبيين على الجبل الغربي حتى تدمى، حتى لهم في الجبل الغربي. فتتقدم النساء قبل الرجال. هذه معركة بيوت، معركة اهل، تحرير هذه المدن بيت بيت. نحن الان نستعرض القوة الجبارة، قوة الجماهير في العجيلات، ولكن نقول لهم هذه الجماهير ستزحف غدا في ساعة من الساعات، في يوم من الايام ستزحف هذه الجماهير رجال ونساء لتحرير الجبل الغربي. لا يمكن الجبل الغربي ان يبقى منتهك، ان يبقى مهان. لا يمكن ان نسمح بالعلم الرجعي ان يتواجد في الجبل الغربي، علم السنوسية الرجعية التي باعت ليبيا، علم السنوسية التي مكنت الامريكان والانجليز والطليان من احتلال ليبيا شبر شبر. تحرت بثورة بالعلم الاخضر، ثورة الفاتح العظيم هي اللي تحرت ليبيا. ليبيا كانت مستعمرة بالكامل، وهذا العلم هو علم الاستعمار، علم الرجعية، علم الخزي، علم الذل، علم الاستكانة. هذا علم الخزي والعار، هذا العلم، علم الرجعية الذي يحمل هذا العلم، هذا لا يستحق الكرامة، لأنه عدو للكرامة، لا يستحق الحرية، عدو الحرية، هو يريد أن يكون عبد تحت المستعمرين. هذا الذي يرضى بهذا العلم معناها رضي بالذل، رضي بالرجعية، رضي بالهوان، رب التفريط في أرض، في أرض ليبيا، في حرية ليبيا واستقلال ليبيا. نعم، أشكركم على هذه اللافتات اللي تقول نحن جنودك الأوفياء ونفديك. أنا أعرف هذا، أنا أيضا أفديكم بروحي. أنا لا يمكن أن أترك شعبي الوفي، أبقى مع شعبي ببندقيتي حتى آخر قطرة من دمي، وسننتصر، سننتصر على 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 حملة الظلم وحملة الاستعمار، حملة الكراهية والحقد، حملة الحسد. هذه حملة طاغية الباغية فرضت علينا، فرضت علينا معركة في بيوتنا، قتل أولادنا في بيوتنا وهم نيام، قتل الأطفال، قتل النساء. هؤلاء بلا أخلاق بلا دين، اي دين واي اخلاق تسمح بقتل الاطفال وقتل النساء؟ هؤلاء الجبناء، هؤلاء الجبناء. ولكن نحن سنقاتلهم الى النهايه حتى يخضعوا لارادتنا وينسحبوا من ارضنا ومن اجواينا ومن بحرنا. نحن في انتظارهم وكذلك الاسماك. نحن هنا في أرضنا، نحن هنا في ليبيا، نحن هنا في بيوتنا، نحن مستندون على الحائط، ليس هناك شيء ورانا ننسحب إليه. نحن باقون هنا إلى النهاية مهما كانت هذه النهاية. لا خضوع، لا استسلام، لا تنازل عن أي شيء. ليست قضية فرد، ليس قضية معمر القذافي، ليس قضية حماية المدنيين، هذه قضية استعمار. شعب يواجه الاستعمار، شعب يدافع عن الأمة العربية ويدافع عن القارة الأفريقية. نعم، نحن لو ندعو للتطوع الملايين ستأتي إلى ليبيا من أفريقيا ومن البلاد العربية والعالم الإسلامي. نحن ندافع عن الإسلام، لأن الرئيس الفرنسي هذا أعلن أنه يقود حملة صليبية جديدة ضد ليبيا. الحملة الصليبية ليست ضد ليبيا، ضد الأمة الإسلامية، الأمة الإسلامية المهانة في كل مكان، كما تسقط القنابل هنا في ليبيا تسقط على اخوانكم في افغانستان وفي باكستان وفي العراق وفي والان يحكون المؤامرات الدنية بقصد اخضاع اليمن واخضاع سوريا واخضاع ايران. واضحة جدا حملة استعمارية جديدة، ولكن نهاية الحملة ستكون هنا على في ليبيا.
نهاية حلف لطسي ستكون في هذه المعركة. ليبيا هي التي ستدمر حلف لطسي. ونهاية الاتحاد الأوروبي ستكون هنا في هذه المعركة. ونهاية الشنغن ستكون فيها أو في هذه المعركة. ونهاية اليورو ستكون في هذه المعركة. هم يعانون من الإفلاس ويعانون من الأزمات الاقتصادية بسبب النظام الرأسمالي الفاسد. عاشوا الزرامقة. أيوة شايف اللافتة. هم يعانون من الأزمات الخانقة تخنقهم ثم تقتلهم أكيد. نحن مستعدين نعيش بدون كهرباء، بدون بنزينة، بدون مباني، بدون مكيفات، ولكن بنادقنا في أيدينا والقتال حتى النهاية. عام 1911 وما بعده ما عندنا كهرباء، ما عندنا مكيفات، ما عندنا ثلاجات، عندنا بنادق وقاتلنا بها وسجلنا المجد، سجلنا تاريخ مجيد، حفظنا المجد لشعبنا. اجدادنا وأباؤنا تركوا لنا تاريخ مشرف، تاريخ مجيد بالبنادق. ما عندهم كهرباء، ما عندهم مدن، ما عندهم مصاعد كهربائية، ما عندهم ثلاجات، ما عندهم سيارات. قاتلوا، قاموا بالواجب، ونفخر نحن بقتالهم بأمجادهم بالمعارك اللي تركوها مثل معركة هذه مثلث الأبطال في العجلات. عليهم ان يعيدوا حسابهم ويعرفوا انهم اصطدموا بشعب، شعب مظلوم، ظلمنا في بيوتنا، في ديارنا، في ارضنا. بياخذوا لقمة عيش طفالنا، بياخذوا بترولنا، بيحتلوا ارضنا بدون ولا حق. من اللي يتكلموا عن النظام السياسي في ليبيا؟ هل نحن مستعمرة تريد ان تستقل؟ هل نحن تبعهم؟ هل نحن ولاية من ولاياتهم؟ ساركوزي هون يجب يرحل من فرنسا، يمشي للمجر. الشعب الفرنسي يجب يطرد هذا المجرم الذي شوه تاريخ فرنسا وحط مصالح فرنسا مع ليبيا ومع العالم العربي والعالم الإسلامي. هذا ما يستحق يكون رئيس لفرنسا. هذا يجب أن يرحل فورا، يرحل للمجر. هذا ما هو فرنسي. الأمة الفرنسية أمة عظيمة، وهذا شوه تاريخها وشوه وحطم علاقاتها. واكتشف امره وعرفت الدول الاخرى والرسالة الاخرون معه عرفوا انه مجنون، وعرفوا انه يعاني من خلل عقلي، وانه ورطهم في معركة لا استعداد لهم لها، معركة خاسرة. في كل يوم يخسرون وسيخسرون في الايام القادمة اكثر واكثر واكثر، حتى يتم القبض على مجرم الحرب. يجب ان يتم القبض على مجرم الحرب وتحويله الى محكمة الجنايات الدولية لانهم ارتكبوا جرائم. شكرا يا ماما. شكرا شكرا. تقبل في الصور شفتك تسلمي. هم اللي يجب يرحلوا ويتركوا شعوب اوروبا. نحن نريد علاقات مع شعوب اوروبا، نحن نريد علاقات صداقة وتعاون مع شعوب اوروبا، مع القارة الاوروبية. نحن نتكلم باسم القارة الافريقية، باسم الاتحاد الافريقي، باسم السنصاد، باسم الامة العربية، باسم الامة الاسلامية. نحن قادتها، نحن رمزها، نحن نتكلم باسمها، نحن ضميرها، نحن صوتها. نريد علاقة متينة وصداقة وتعاون وسلام مع شعوب اوروبا، وليس مع مجرمي الحرب الذين يجب ان يرحلوا فورا، يجب يتم القبض عليهم لانهم مجرم حرب، ونقلهم لمحكمة الجنايات الدولية. إذا في محكمة جنايات دولية يستقبل على قادة الأطلسي وتقدمهم للمحاكمة. هذه محاكمة، هذه أداة استعمار. هذه المحكمة من يعترف بها؟ هذه طز. نحن هنا صامدون حتى النهاية، مهما كانت النهاية. لا استسلام، لا تفرط في حقنا. نحن مظلومين في أرضنا. فرضوا علينا معركة ونحن في سلام وفي امان وننعم بخيراتنا ونمارس السلطة ومتهنين. فرضوا علينا هذه المعركة الظالمة. قتلوا اطفالنا في بيوتنا، اطفال نايمين قتلوهم بصواريخ وبطائراتهم. لماذا لماذا لماذا؟ قال الرئيس زوما يجب ايقاف القصف حماية للمدنيين، يجب ايقاف القصف لحماية المدنيين.
إذا بنحمي المدنيين في ليبيا يجب إيقاف القصف، معناها أن القصف هو ذهب ضحيته المدنيون الليبيون، ذهب ضحيته الأطفال والنساء، يجب إيقاف القصف حماية للمدنيين. إذا أردنا نحمي المدنيين يجب إيقاف القصف الجوي والبحري. قبيلة الهرسة، أيوة أيوة شايف قبيلة الهرسة، آسف آسف. استعدوا لمواجهة العدو، استعدوا لإنهاء المعركة، استعدوا لإيقاف هذا المسلسل هذا بالاقتحام بزحف الجماهير. ما في جيش نظامي، ما في جيش تقليدي، في شعب مسلح يزحف على الجبل الغربي ويزحف على مصراته ويزحف على بنغازي، شعب مسلح بالملايين، الملايين تزحف وتقهر الخونة وتقهر الأعداء وتفرض السلام في ربوع ليبيا مثل ما كان. لابد أن تعود ليبيا مثل ما كانت عليه في شهر واحد من هذا العام، سلطة شعبية وأخوة وهناء واستقلال وسلام وتنمية ومجد وروح معنوية عالية. نريد أن تعود ليبيا وسنعيدها بإذن الله بالملايين بالملايين من طبرق إلى لجنات. ستنفجر المناطق المحكومة الآن بالرشاشات. عشت يا ابني، عشت قبل الصورة، عشت وأنا شايفتهم. نعم هذه هي الردود لما قلت لكم ردوا عليهم، مظبوط. آه الملايين ترد، آه الشباب يردوا، آه النساء ترد، آه الردة، آه الملايين، آه الانسانات المليونية ترد. ما زال يتكلموا عن هاي صور الشهداء. يا جبناء قتلت هؤلاء الأطفال الأبرياء، يا جبناء يا قادة الوطن يا صليبيون، هذه الصور هي صور الشهداء، هذه خالدة وهذا الأخويلدي وهذا سيف العرب وهذه مسطورة. هاي الملائكة اللي قتلتها، قتلت الملائكة يا جبناء. هذه حماية المدنيين بقتل الأطفال. من المدني اللي بتحموه إذا قتلت أطفاله؟ هاي صور الشهداء، هاي الشهداء، هذم شهداء، هذم أطفال شهداء. هاي طفلة محمد نوري الحميدي، ابن خالد، هم الأطفال، هم الشهداء، هاي الملائكة. تقتلون الملائكة يا جبناء، هذه حماية المدنيين يا جبناء. فلينظر العالم إلى صور الأطفال، انظر هؤلاء الأطفال شهداء، قتلتهم طائراتكم وبوارجكم، الموت لكم والخلود لهؤلاء الشهداء. المجد لنا، النصر لنا، العزة لنا من الله. الخلود لشهدائنا، المجد لنا والخلود للشهداء. استعدوا للزحف على الجبل الغربي بالرجال والنساء، استعدوا لننهي هذا المسلسل ونفرض سلام في ليبيا رغم انفهم. الى الامام الى الامام الى الامام.